غادي نبدا نصايب الطاكوس. اول حاجه اللي غادي نبدا بها هي الخبز ديال الطاكوس. غادي ندير هنا عندي نص كيلو ديال الدقيق، غادي نزيد عليه الملحه، غادي نزيد معلقه صغيره ديال السكر سنيده، غادي نزيد معلقه كبيره ديال الحليب بودره، غادي نزيد خميره فيها 8 غرام، صافي غادي نعجن بالماء، وغادي نجمع العجينه ديالي بالماء ماء عادي. المهم غادي نجمعها وندلكها مزيان ونرجع نوريكم الشكل النهائي، حيت انا ما عنديش قصريه، داكشي علاش درت غير في التبصيل. غادي نحاول نجمعها مزيان. دابا باش ندلكها مزيان حطيتها فوق الرخامه، غادي نضيف ليها واحد المعلقه كبيره ديال الزبده، وغادي ندخل الزبده في العجينه وندلكها مزيان. العجينه ديالنا كيخصها تكون قاطعه، هما اللي تيقولوا لي ما كتعجنيش، انا كنعجن اليوم حيت العجانه ما كايناش عندنا. لا هو اصلا حتى في الدار راه خسرات ليا. صافي العجينه ديالنا غير هاد الكاس مزيان كيف كتشوفوا، غادي نشكلها كرات صغار وسطين. ها كوكو حاول يكونوا بنفس الحجم. دابا غادي نشكلهم كرات يكونوا بنفس الحجم، وغادي نحطهم ونخليهم يرتاحوا. صافي دابا غادي نغطيها ونخليها حتى كترتاح. دابا غادي ندوز نوجد الصدر ديال لاداند اولا ديال الدجاج اللي متوفر عندكم. هنا خديت تقريبا واحد نص كيلو ديال صدر لاداند، وغادي نزيد فيه صوص صوجا، غادي نضيف الموطار تقريبا واحد المعلقه كبيره، الملحه ما غاديش نكثر حيت صوص صوجا مالح، شويه ديال الابزار، وضفت شويه ديال زيت الزيتون. دابا غادي نحرك ونخليه حتى كيطيب على خاطرو، غادي نضيف واحد شويه ديال الخل، نوجد كذلك في نفس الوقت غادي نوجد الكفته. هنا عندي نص كيلو ديال الكفته ديال البكري مع نص بصله صغيره، غادي نضيف لها شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار، وشويه ديال التحميره، وشويه ديال زيت الزيتون. غادي نشعل على العافيه وغادي نبقى ندير لها بحال هكا حتى كطيب لينا الكفته. صافي هادشي اللي غادي ندير فيها. بالنسبه لهنا ممكن تضيف واحد فص ديال الثومه اولا شويه ديال بودره الثومه. هنا غادي نقطع شويه ديال الثومه، غير فص واحد ديال الثومه، صافي كنبقى نستمر بنفس العمليه، يعني كنحرك حتى كطيب الكفته والبصله في نفس الوقت كيطيب لينا الدجاج. وغادي ندوز نقلي بطاطا. صافي الكفته ديالنا ها هي طابت، كنخليها كطلع واحد الزيت، كنخليها حتى كتنشف تماما. دابا من بعد ما رسحت العجينه ديالنا مزيان كيف كتشوفوا كتولي ساهله باش نسرحوها. انا ما عنديش المدلك، ومن الاحسن يكون عندكم مدلك. غادي نحاول نسرحها رقيقه، المهم غادي نديباني بهاد الكاس هذا. حيت ماشي دائما تيكون مدلك في اي بلاصه، ومن الاو باش نخدمو.
غادي نجيب شويه ديال الطعم باش نرشو غير شويه ما كترش، كنحاولوا نرقوها مزيان. صافي ها هي الاولى واجده كيف كتشوفوا، غادي نخليها وغادي نكمل كلشي بنفس الطريقه. دائما كنرش شويه ديال الدقيق اما شو عطيتو لي الفريت اما حصلوا متلبسين زيديكم براءه كتحاسبه 20 حبه ديال الفريت. اذا دابا كليتو بلاتي نزيدو لك 20 حبه ديال ثلاثه اربعه خمسه صحه الفريت 9 10 11 12 بدري الفريت نعطيوك 20 ديال ادم ادم لا بسم الله هداية هداية تتي معاهم تتي معاهم في الجريمة صهيب تتا الحمد لله تتحشموش زعما صافي وصافي ولا بصح خديت محلة درتها كتطحن وغادي ندير فيها الخبز ديالي مرة مرة كنقلبها صافي هي دابا من بعد ما طابت غادي نحيدها. هي ماشي بالضروره انها تنفخ، هذا الخبز ديال الطاكوس ماشي بالضروره يتنفخ. صافي دابا غادي نحيدها. صافي دابا من بعد ما وجدت كل شيء ها هو الخبز ديالنا كيف كيجي دابا. هنا خديت الكيتشوب والمايونيز غادي نخلطهم مع بعضياتهم مزيان. هدايا لعبه مع باباها غادي ندهنو ب ناخذ الخبز وغادي ندهنو ب مايونيز وكيتشوب. غادي نحط شويه ديال لادان شويه ديال الكفته وغادي ندير البطاطا صافي. غادي ندير جبن الساندويتش سمحوا لي على الصداع راه غير هدايا وصهيب وغادي نسدو. كيجي بحال هكا صافي. غادي نستمر بنفس العمليه. صافي انا دابا كملت الطاكوس ديالي، بالنسبه ليا غادي نديرو غدا وعشا. المهم دابا غادي نمشي غادي نوريكم الطريقه كيفاش غادي نبريسيه بما انني ما عنديش بريسه. شوفوا في هاد المقله اللي فيها هاد الخطوط بحال بريسه غادي نضغط عليها بحال هكا شعلت العافيه غير نحس بالفرماج داب. صافي صافي هذا هو الشكل النهائي ديال الطاكوس ديالنا كيف كتشوفوا كيجي على هذا الشكل. شي هدايا هدايا عندك شدي حسك للطيح. هدايا يلا ديروا واحد كوكو. سلام وعليكم السلام. غادي
غادي ندوز نحضر الفلون ديالي. انا هنا خديت اطرو ديال الحليب، غادي نحضر فلون عادي باش زعما نحطو للدراري في العشيه. هنا عندي فلون ديال الليمون، غادي نخلطو مع اطرو ديال الحليب. هنا عندي جوج باكيات، كل وحده فيها 3 غرام، غادي نخلطهم مع الحليب. وغادي نحتاج بطبيعه الحال السكر. نصب الباكية الثانية. صافي، وغادي نخلط مزيان. غادي نضيف واحد السكر، دائما السكر كيبقى على حسب الضوء، انا ما عنديش سنيده سالت ليا. غادي نضيف سكر مربعات، غادي نضيف سكرة ونص. صافي، غادي نخلط مزيان وغادي نديرو فوق البوطة حتى كيغلى، ما كيعقدش، غير غلى وغادي نطفي عليه. الريحه ديال الليمون كتكون مشهده في هذا الفلون ديال الليمون. كاين في هذا الفلون الجديد ديال اللي كيكون بحال هكا، كاين ديال الاناناس، كاين ديال المشماش، كاين بزاف الانواع. دابا كندير كنشعل عليه البوطه وكنبقى نحرك مره مره حتى كيغلى ونطفي عليه. صافي، دابا الخليط ديالنا راه غلى كيف كتشوفوا. غادي نخوي في كؤوس تقديم. صافي، دابا غادي ندخلهم الثلاجه حتى كيشد راسهم ونرجع معكم من بعد. غادي ندوز الطبقه الثانيه اللي غادي ندير من بعد ما جمدات الطبقه الاولى. هنا عندي لاجولي ديال الليمون كيف كتشوفوا معايا، خديت نص طرو ديال المغليان وغادي نخلط مع هاد لاجولي. هنا ما غادي نضيف لها لا سكر لا والو، اصلا فيها كلشي. غادي نخلطها شويه حتى كتذوب، وكنخليها حتى كدفى شويه ماشي بزاف، وغادي نخويها فوق الطبقه الاولى. صافي، دابا كيف كتشوفوا الطبقه الاولى راه شدات راسها. غادي نخوي فوقها لا جوفي ديالنا. غادي نديرو في الثلاجه حتى كيشد راسو مزيان. بهذه الطريقه ما تخليوش شي حاجه سخونه تهبط لينا لتحت وتخلط مع الطبقه الاولى. ومن دابا نديرهم في الثلاجه ونطلعوا ان شاء الله من بعد ما يشدوا راسهم. صافي، ها هو الفلون ديالنا اللي درتو من جوج طبقات. نتمنى يعجبكم وصافي. دابا انا وجدت مائده ديال الكوتي، وهنا جا عندنا شيخي. السلام. الشيخ ديال المقاطعه. الشيخ ديال المقاطعه. المهم نخليكم دابا ان شاء الله نتقاو دار دارك. مسمن مسمن ديالك الحرشه حرشت الى خصك مشاهده من السكنه. مرحبا. شاهده السكنه، شاهده الضعف، شاهده الضعف. مقدم. ايوا، يلا نخليكم دابا ونطلعوا ان شاء الله من بعد.